مع الأسف وصلني خبر إنه الأميرة إيزابيل ماتت. قتلوا الأميرة؟ لا، بس صار حريق بقصر الصيدلي قاعدة فيه الأميرة. بلكي عم يكذبوا؟ هنن مانن مضطرين، ما إلهن مصلحة يكذبوا، قادرين يعملوا اللي بدهن إياه وما حدا بيقدر يوقف بوشهن. طيب الأمير فريدريك كيفه؟ بخير، وأنا رح أعمل كل شي بيطلع بإيدي مشان خلصه. بس أنتو يعني سينيور كريتي، أنت بس قول شو الرقم اللي بدك إياه، المهم عنا أنه نخلص الأمير فريدريك. أنا رح أعمل جهدي. ليش عامل هيك عم تخديجة؟ ليش مغطية التماثيل؟ شو رح تهدموه؟ عم استنى إبراهيم ليجي، هو بيهدمون. عم تشوفي مين إجا؟ أهلا وسهلا سلطانة، أنا أجيت لأخذ مصطفى وهي عم حبت ترافقني مشان تشوفك. سلطانة كيف صرتي؟ مشغول بالنا كتير عليكي. منيحة الحمد لله. ايه ليش مغطين التمثيل؟ قال عم تناطر اللي يجي إبراهيم باشا، هو رح يهدمه. إبراهيم باشا كتير رح يزعل على هالتمثيل، بس بتعملوا منيح إذا بتكسرون. شكراً، بس أنا مو محتاجة لرأيك هيا. ست فريال؟ مولاتي السلطانة، ناديلا لضيفتنا بلا ما تبقى لوحدها. مين بتكون هالضيفة؟ هلأ رح تتعرفي عليها. تفضلوا، خلينا نشرب شي. شو صار معك؟ قدمت عرضكم لقلندار يا باشا. هي شو صار معك؟ رفض مو هيك؟ قلي شو قالك؟ قال إبراهيم من وين جايته كل هالجرأة؟ وقال الله سبحانه وتعالى هو اللي بيغفر، وقال كمان إنك مغفل يا باشا، وقال إنك كافر ومغرور. سامحني. هالإهانة اللي وجه لي إياها من خلال هالرد قاصد فيها إرادة السلطان سليمان. صار فيك توقع على فرمان موته وانت مرتاح. نحن عملنا اللي علينا وصار قتل واجب. سلطانة ما قلتي لنا مين الضيفة؟ يعني الضيفة هي واحدة من العيلة؟ لا، بس كتير مهمة هالضيفة عن جلالة السلطان وبيعني أمره، وهو اللي حاب إنها تكون عندي بالقصر. هي هي إجت ضيفتنا الأميرة إيزابيل فورتونا. قبل ما تجي لعندي كانت قاعدة بقصر الصيد، بس مبارحة بالليل صار حريق كبير بالقصر. السلطان اهتم بالموضوع شخصيا وطلب إني استضيفها. يعني أصريت تروح وتحكي مع جوشوا أفندي؟ فعلاً ما بينحكى معه.
أنا قلت لك بلا ما تحكي معه بس أنت ما سمعتني. هالصبية ما خرج إنك تتسلى معها بالمرة. طب ليك؟ خلينا نفترض إنه نيتك هي الزواج. طيب كيف بدكم تتزوجوا؟ ها؟ لك الموضوع هذا مستحيل. كتير صعب إنه اليهود يعطوا بناتهم لأولاد المسلمين. ومشان هيك أنا بشوف إنك تنسى موضوع هالصبية أحسن لك. ما بتعرف بلكي غير رأيه. لك نصوح بدي حلو بعدين مع هالحالة هي. أهلا. شوفي يا بيك، بعدين منكمل حكي، هلا بدي أحكي شوي أنا وكريتي. حكيت مع السفراء، خبر موت الأميرة إيزابيل زعجهم كتير، وهنن هلا قلقانين على حياة فريدريك. قلن الأمير منيح ما يخافوا عليه. عرف بموت إيزابيل؟ لا، بلكي أنت بتقله هالخبر، وبالمرة بتطمن على وضعه. معروف إنه الأجانب كتير بيوثقوا فيك. أميرة إيزابيل، بحب أعرفك على زوجات السلطان. السلطانة ناهي الدوران، أمه لمصطفى، والسلطانة هيام، هي أم لثلاث أمراء وأميرة. Solo invidito das dos mujeres. ¿Dónde están las otras? شو قالت؟ مبسوطة بشوفتكم مولاتي. هيام، شو صار لك؟ انت منيحة؟ سلطانة، بعد اذنك حابة ارجع على قصر السلطان. شوفي هيام، معدتي عم تجاني شوي، يا ريت تسمحي لي روح. طيب روحي ارتاحي. سلطانة، ممكن تسمحي لنا نحن كمان نمشي؟ يلا مصطفى. Encantando en ver la princesa, adiós princesa Isabel. Sos molti buenio. Non oventare corel. Como tu baba, no ti bongas. Mio papa, no has crawil. Es verdad que amorio? Do molto, no lo creo. Un posibles debe estar bepa ora. Federico, esta la verita. Ya no podemos decir nada. Por la presencia. Niente parle, principessa. Jesu Cristo, vosso nombre. Ayudadme para vengar de la princesa Isabella. Federico. Haré todo lo posible para salvarla. Yo prometo. A Pia. Esa piante. Sono la verità. أخذتني بس مشان شوفها لهديك المرة، وخديجة صارت بدها تعرفنا على بعض. بس بدي أفهم ليش كلهم ضدي. أمي مريم يا روح قلبي، شفتي؟ شفتي شو عم بيساوي بأمك؟ سلطانة، مولاي السلطان من شوي راح لجناح السلطانة الأم.
ما مهم. كمان شفت الست فريال قال جاي تاخد قماش من عند الخياط. فريال بالقصر؟ كيف خديجة؟ منيحة، حبيت أحمله لمحمد بس ما سمحت لي. محمد لساته ولد صغير، بكرة بس يكبر بتصير تلاعبه. المرة اللي شفتها بقصر الصيد شفتها عند عمته، كان جاي تزوره. أي مرة أنت بتقصد؟ وقت ركبنا أنا وبابا الحصان وطلعنا على قصر الصيد، وقتها كانت هاي المرة الأجنبية هنيك، قال إنها أميرة. جلالة السلطان سليمان. ست الكل. بابا؟ مصطفى البطل، وانت كمان هون؟ العيشة بهالحرم لك ما إلها طعمة من وقت ما رحتي، والكل حاسس بهالشي، كأنه روح الحرم لك راحت. اشتقنا لك كتير، إمتى بدك ترجعي؟ بس يرجع الباشا بالأول فوراً رح أرجع لهون. أنا كمان كتير اشتقت لكم. سلطانة؟ أهلاً ست فريال. أهلين سلطانة. أنت ليش إجيتي؟ سلطانة، بعتوني لأخذ كم قطعة قماش للأميرة، كل تيابة راحوا بالحريق، بدنا نخيط لها تياب جديدة. ليكي فريال، من اليوم بدي تكوني عيوني وأدنية هونيك، بدي أعرف بالتفصيل هديك المرة شو عم بتساوي، وإذا إجا جلالة السلطان لهونيك بدي تقولي لي، فهمتي؟ كل شي بيصير لازم أعرفه. مولاتي السلطانة، تتذكري قديش ترجيتك وطلبت منك السماح؟ بس جلالتك خونتيني بدون مبرر وما صدقتيني. ليش لتوثقي فيني هلأ؟ اعتبريها فرصة تانية مشان أعفي عنك، وياريت تستغليها. حكينا أنا والأميرة بالإسباني وكانت كتير مزعوجة، وقبل ما أطلع من القصر قالت لي لا تصير مثل أبوك سلطان ظالم. طيب وقتها شو رديت عليها؟ قلت لها بابا شخص ماله ظالم، بالعكس هو بينصف المظلوم. يلا أنت روح لعند أمك. اجيت اطمن عليك يا ست الكل، طمنيني إن شاء الله كل أموركم بخير. نشكر الله كل شي بخير يا ابني، بس كتير أكلي هم خديجة. عم توصلني أخبار منيحة من إبراهيم، إن شاء الله رح يقمع التمرد ويرجع بخير وسلامة. إن شاء الله. مين هالمرة يلي مصطفى جاب سيرتها؟ خايفة تكون في شي قصة حب جديدة وراها. المفروض تجيبها لهون على القصر، على الحرم لك، مو هيك بتقول الأصول والأعراف؟ هالموضوع سري وما فيني أحكي فيه بالوقت الحاضر يا ست الكل، لأنه بيخص شؤون الدولة العالية، وبالنسبة لهالمرأة، هاي المرأة بتكون أميرة إسبانية. هيام؟ انتي شو عم تعملي هون؟ انا اجيت مشان اطمن عليكي، انتي منيحة؟ اثنيناتنا منعرف الموضوع اللي جابك لهون. شو بتقصدي؟ انتي اخدتيني مشان شوف ايزابيل فورتونا، وهلأ جاي تشوفي اثر الصدمة علي. صحيح هالشي، لو تعرفي قديش شمتاني فيكي. يا حرام موهومة، على قليلة أنا في شخص بحياتي بيحبني وبغار علي. زمان حذرتك وقلت لك رح تعيشي نفس الألم. وعشتيها إيزابيلا، عيونها كتير حلوين، شكلها سحرته،
يا ريت تمشي. إجا الوقت اللي حيروح منك السلطان. بنصحك لا تتسرعي بحكمك، أنا غير أنتي. أنتي غلطانة هالمرة، بعدين ببقى بذكرك يا هويام. الخطأ يلي أنا ارتكبته رح ترتكبيه أنتي. هالشي مستحيل. ببقى بذكرك لأنه هالشي مو بإيدك أبداً. وقتها رح تعرفي شو معنات إنك تخسري. وسليمان سلطانك رح تسلميه بإيديكي هدول لهديك المرة الإسبانية. أنتي غلطانة وحتشوفي. يا الله يا بني آدم، أنت جنيت؟ لك شو هذا اللي سويته؟ ممنوع عليك النوم، زرعتني وانت عم تشخر. استغفر الله، ما بكفي فياتني من النوم، شو اللي بدك تساويه كمان؟ فعلا طالع بتشبه الفار. اليوم وقت كنت أنا والسلطانة ناهي الدوران بضيافتها للسلطانة خديجة، شفتها للأميرة هونيك وعرفنا شو اللي صاير معها. ليش هي بهداك القصر؟ يعني طالما هي أميرة إلها قيمة كبيرة. شو رأيك نجيبها لهون ومستضيفها يا مولاي السلطان؟ ما فينا نجيبها لهون بهي الفترة، لأنه مو لازم يشوفها حدا. ليش؟ لهالدرجة الشغلة سرية؟ ايه نعم، مو حابب احكي بهالموضوع اكتر من هيك. هلأ تعالي نفوت لجوا، انا كتير مشتاق لك وحابب اقعد معك. وئام، خير إن شاء الله. أنت شو اللي جابك لعنا؟ الله وكيلك، رح موت من قلة النوم، وسنبل مو تاركني بحالي. بعدي لي هيك، خليني نام شوية بنتي، الله يرضى عليك. تعال. هيك بكفيني. Thank you.
بعد شوي بعدي. ويام بسم الله. شو عم تساوي هون؟ مو خجلان من حالك؟ والله يا ست درة مجبور، سنبل أجبرني إنه أجي لهون. ما فهمت عليك. عم يزعجني وما عم يخليني نام، ومع أني المفضل عند السلطانة، بس شو ساوي؟ بكل الحرم لك ما لي مكان نام فيه. طالما أنت المفضل خلينا ناخدك على جناح المفضلات يا ويام. يلا قوم، يلا منلاقي لك مطرح. رجعوا ناموا. معقول يواجهنا بهالعدد هاد يا باشا؟ هدول ما بيطلع عددهم أكثر من 500 شخص. القائد الذكي هو اللي بيعرف الوقت المناسب يتراجع. لسه ما بيعرف إنه تعرض للخيانة، بس يعرف رح يتراجع. رح نشوف. سيادة تركمان والخيالة سحبوا قواتهم يا قلب دارشا. معناتها اتفقوا من ورانا مع إبراهيم باشا. نحن معك، بس أمرنا أرواحنا فداك يا شيخنا. قولوا الله. استعداد، جهز سلاحك، أطلق. الله يغفر لك كل ذنوبك. قمعت التمرد ورفعت راية الإسلام والعدل بالأناضول. أنت قائد عظيم يا إبراهيم. التمرد والعصيان اللي كان بالأناضول انتهينا منه يا مولاي، وبدون ما نخسر أرواح كتير قدرنا نهزمون. منيح كتير، حليت الموضوع بذكاء، ونحن رح نكافئك لأنك أديت المهمة بنجاح. أكبر مكافأة إلي هو رضا جلالتك عن الشي اللي سويناه. وأنا بهنيك يا باشا. شو أخبار ضيوفنا اللي بقصر الصيد؟ إن شاء الله الموضوع انتهى. عن قريب إن شاء الله بينتهي. كريتي إجا مع السفراء، جابولنا 100,000 ذهب مولاي. قبلوهن يا بالي بيك. يعني رح تطلق سراح الأميرة؟ شلون بدي أطلق سراح وحدي ماتت يا إبراهيم؟ ماتت مولاي؟ شو هالحظ اللي إلك يا إبراهيم؟ معقولة ترجع هيك بعد كل مرة؟ ما في شي خبر من فريال؟ لا والله، وعم يقولوا إنه كتير مشغولة. طمن الأميرة لساتها عايشة، بس أنا حبيت خبرهم إنها ماتت. أنا لهلأ ما فهمت شو قصدك مولاي. ممكن أعرف شو هو الهدف من وراء كل اللي ساويته؟ الهدف واضح يا إبراهيم، هاي لعبة مع الفاتيكان اللي عم يعتبروني أنا وشعبي متوحشين. وبالنهاية نحن ما فينا ننسى إنه إيزابيل هي خطيبة أمير هابسبورغ،
وكمان هي أميرة أميرات الكاثوليك، وبالأساس أنا خصمي الحقيقي هو شاركان، وممكن بعد فترة نقعد نحن وياه منشان نتفاوض، ووقتها رح كون مجهز له المفاجأة، وهي رح تكون الورقة الرابحة. الأميرة أقوى سلاح هو السلاح اللي ما بيشوفه وما بيعرفه عدوك بالمعركة، وهيك بالتفاوض رح نكسب. وهلأ روح يا إبراهيم، عيلتك بانتظارك. عن إذنك مولاي. مأمون أغلو، هلأ صار لازم تشوفه للأمير فريدريك. أنا بأمرك يا مولاي. أسرة سينيورية دييغو إيستودسكي. السيلزمو بادري لو سالودو كونتودو الريسبيتو إلى مورلي. Vostra signoria, Diego Estodiski, el sultano Suleiman, qui mori wan al fuego, cohio preso a mi, soprino Frederick. Zantes a la princesa Isabel so prometida pero de Hron. En an me dijesti al fuego. Antonethis moro sopio so alef alefiame. So majestad, no lo creo. Es claro que mori wan manos di los. Torcos vero no tenemes nincona brueba. Aso a sauna matanaza, tenmes que imparsa la quiera. Tenmes nincona bárbaro. Majestad, le pedo católicos quilochen. Quisos deane cuesta goda la guerra. Los Francis Bredudus Atalia Brateda. Atrus ono di bajo qui astan torco la bandera. Quién importo an on solo caso armano sharkan bandera siempre la que era tempo este. إبراهيم باشا، أهلا وسهلا. ألف الحمد لله على سلامتكم. أنتو شو عاملين فيهم؟ هدول مين أمركم تغطوهم؟ هي أوامر السلطانة خديجة. كشفوا عن التماثيل فورا. بس السلطانة خديجة نفسي هي نفسي أوامري فورا فريال. Vostra signora, a noces quieres que nos quedamos mirando y si son spectatore di questo fato? No, vero teninze pero, ante el genicia buedo, sapir que in sera magero o laridi. Iani Zapolia, a manona ion li entregua. A non li entregua e la poia Martin Luther. Si del biaro on catholic se venisse. Ondo Sultano Suleimano es el final di. Oxin di tal el mando. Dera lo torcos di Sultano Suleimano Montora. Ale fuedro. Di la volir. في أخبار جديدة ست فريال؟ إمتى بده يرجع إبراهيم؟ سلطانة إبراهيم بس حبيبي بس
خايفة يكون هاد حلم. ما مصدق أنك قدام عيوني. حبيبي حبيبي محمد حبيب قلبي، طولتوا كتير، كأنه اللي مرقوا سنين مو شهرين. رجعت لك يا سلطانة. شو قال في عنا ضيفة؟ قصدك الأميرة مو هيك؟ أمر مولاي إن تبقى عنا هون حتى يخلصوا شغل بقصر الصيد، بدهم كم يوم، شغلة أسبوع بيخلصوا. لو سمحت Sie auf, Liutnisab. Ich muss die auch. Möchtest du tun? Wir sind auch getötet. Sie gut, ich meine verliebte Isabel. Sie sind absolute Flasch. Die Prinzessin Feuerer Lusch. كيف هيك؟ كشفتوهن؟ مين قالكن؟ أنا قلت لهم يا سلطانة، هدول تحف سمينة. لا يا إبراهيم، مستحيل. لو ما أمرتهم أنه يغطوهم ما كنت رجعت لي بالسلامة. سلطانة، هدول التماثيل ما بيجيبوا غير المصايب، نحن لازم نغطيهم. ست فريال، ارجعوا غطوهم مرة تانية. سلطانة، هدول التماثيل أنا جبتهم وأنا حطيتهم هون، وأنا الوحيد كمان اللي بقرر شو بده يكون مصيرهم. إبراهيم، سلطانة بترجاكي، بتمنى أنه ما بقى نرجع نفتح هالموضوع مرة تانية إذا بتريدي. إبراهيم باشا، من زمان أنت هون؟ بهالسرعة تعلمتي لغتنا يا أميرة؟ باشا شو ساوي؟ طول النهار وهنن حوالي بيحكوا هاي اللغة. سينيور كريتي، ليش جايبنا لهون؟ طول بالك ورح تفهم كل شيء. شوفوا مين جاي. بحسب الاتفاق اللي بيناتنا هلا رح سلمكن الأمير. خدوه من هون وما عاد تورجوني وشو. أنا وعدتكن إني رح خلصوا للأمير. نتشكرك سينيور كريتي، تركنا لك بالباخرة 50,000 ذهب هدية. كريتي، عن شو عم تحكوا؟ ما في شي بنوب، هو بس عم يشكرني. شوفك يا كريتي. شوفك صحيح، ما عاد شفتك بالخمارة، كأنك أبداً ما عاد اجيت لهونيك. إلينيكا هيك قالت لي. مزبوط إنه كل البواخر التجارية يلي بالمينا هي ملكك؟ إيه إلي، مزبوط. لكن دير بالك بلا ما تخسر ملكك.
سلطانة، مولاي مو بغرفته. بالله جد؟ وين ممكن يكون مولاي؟ ما بعرف مولاتي، بس طلع قبل شوي. أكيد راح لعند الإسبانية. نيلوفر، شو لازم نساوي؟ أنا عم بحس بشي غريب، لازم أتحرك وأعمل شي بسرعة. شو حتساوي سلطانة؟ حضرة السلطان سليمان المعظم، ست الكل. أهلين حبيبي، في شي صاير معك؟ لا أنا بس أجيت شوفك لأنه إلنا وقت ما حكينا. كيف صحتك؟ طمنيني كيف رضاكي علينا. الله يعطيكم الصحة والعافية ويطول عمركم يا بطل، بس تكونوا أنتوا وولادكم مبسوطين ومرتاحين، وقتها أنا بكون مبسوطة ومنيحة. تركونا شوي لحالنا. سلطان سليمان ما عم يجي يشوفني، هو أصلاً ما بده يتركني. أنتو شو بدكم فيني؟ يعني شو بده يصير بوضعك؟ كاشي بيرجع لجلالة السلطان. بس إذا بتتركوني على هاي الحالة بجن. ليش؟ ليكونوا ما عم يهتموا فيكي. لا لا، حضرة السلطانة كتير بتهتم فيني هون. أنا بدي أعرف لأمتى رح ضل أسيرة عندكم. شو عم بيصير لك؟ ما عاد شفت هداك الوش المنور. أنا صرت عم شوف وش بارد ومغرور. أنا ما بقى عم بعرف ابني، ابني اللي قلبه كبير وفي رحمي، ابني اللي أنا ربيته. ووقت اللي عم تغضب وتعصب عم تخوفني منك يا سليمان. تعرف ليش عم تخوفني؟ لأنه وقت اللي بتطلع بعيونك بتعرف بمين عم بتذكرني؟ بأبوك سلطان سليم الظالم يلي ما عنده قلب، ومشان هيك صرت خاف من اللي بدك تساوي بكرة. يا ابني قولي الحقيقة ست الكل. انت فعلا هيك شايفتيني؟ ولا زعلك وغضبك هو اللي خلاك تقولي هيك؟ انت بتضلك ابني. في ام بالعالم تزعل وبتغضب من ابنها؟ معقول هالحكي؟ لكان ليش هيك قلتيلي؟ بعترف انه كلامي كان قاسي شوي، ما كان قصدي انه ازعجك او حتى ضايقك لهالدرجة، بس ما بنكر ابدا اني هلأ مبسوطة. الظاهر كلامي اثر فيك وخلاك تراجع حالك. هلا انت ما عدت صغير مثل مصطفى، بس اوعى تنسى للحظه يلي تعلمته، يلي بقصده هو الحب والتسامح. لا تنسى هدول الشغلات، خاصه بتعاملك مع شعبك. لا تاكلي هم بنوب، ان شاء الله ما بظلم حدا. انا ابنك اللي ربيتيه سليمان. لا تشكي ابدا اني ممكن اكون حاكم ظالم، ولا تشكي بعدالتي ولا للحظة. أنا مستحيل إنه السلطة تغريني، وما في قوة بالعالم بتخليني أكون إنسان ظالم. صدقيني مستحيل ضحي بأي شخص من لحمي ودمي، وكمان ما رح أسمح لأي حدا إنه يضحي فيهن، وما رح أسمح لأحفادي وأولادي إنه يكونوا ظالمين. نحن هيك تربينا وهيك عشنا، المحبة والاحترام هني أساس علاقتنا، وما رح أسمح للخوف أبداً إنه يأثر على أي واحد عايش هون بالقصر. واعتبري هذا الكلام وعد من السلطان سليمان.